سعد من لبى النداء بهمة بصدق. علي بن صالح والحسن بن صالح وأمه، ثلاثتهم كانوا قد جزأوا الليل إلى ثلاثة أجزاء، فكان علي يقوم الثلث الأول، وأخوه الحسن يقوم الثلث الثاني، وأمهم كانت تقوم الثلث الأخير. فمات علي، فكان الحسن وأمه يقتسمون الليل فيما بينهما. فماتت أمه، فكان الحسن بن صالح يقوم الليل كله، وكان يلقب بحية الوادي. ليه؟ لأن الحية لا تنام الليل، الحية لا تنام بالليل. وكان من جميل كلامه أنه كان يقول: قال والله إني لأستحي من الله أن أنام تكلفا حتى يكون النوم هو الذي يصرعني. تكلفا يعني إيه؟ إحنا أغلبنا بيتكلف النوم. الواحد مننا بيقعد على السرير ساعة ونص ساعة عمال يتقلب كده شوية وكده شوية، مش عارف ينام الناحية دي، بيقلب الناحية دي، يروح جايب المخدة على دماغه. ليه؟ بيتصنع وبيفتعل ويتكلف النوم. لكن ده بيقول لك لا، بيقول لك أنا استحي من الله أن أنام تكلفا حتى يكون النوم هو الذي يصرعني. يعني إيه؟ يعني حط دماغه على المخدة بينام على طول، لأنه ما عندوش وقت فراغ أو وقت شاغر هو ضيعه في غير مراض الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا كان سيدنا أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة وزوجته وخادمه، برضو الثلاثة كانوا قد جزأوا الليل فيما بينهم إلى ثلاثة أجزاء. هو دي إخواننا، هي دي البيوت العامرة، هي دي البيوت الفاضلة التي قامت على عمارة طاعة الله تبارك وتعالى وعلى عمارة أوقاتها وأعمارها. كان عبد العزيز ابن أبي رواد كان يقوم الليل حتى يأتي إلى فراشه زحفا، تخيل، يقوم الليل حتى يأتي إلى فراشه وهو يزحف، ثم يأتي إلى فراشه فيتحسس الفراش ويقول: والله إنك لطيب، والله إنك للين، غير أن فراش الجنة ألين منك. ويترك ذلك ويقوم، يترك الفراش الهنيء والفراش اللين والفراش الطيب، غير أن فراش الجنة أطيب منك. كان أبو حنيفة يلقب بالوتد، ليه؟ لطول قيامه. قيام الليل هو عزك، قيام الليل هو شرفك. يا سعد من لبى النداء بهمة بصدق.